أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أدرت ورب الشياطين وما أضلت أنت المنان ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ له ممن ظلمه فخذ له ممن ظلمه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ذي السلطان العظيم ذي المن القديم وذي الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابات اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس الحمد لله demikian ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah yang telah kami bacakan khusus untuk orang-orang yang terindikasi ada gangguan jin.